ولا مرحبا بالمشاهدين اللي كيتبعوا حموم والشهيوات. اليوم عاوتاني لا خوسيت اخرى، واحد لا روسيت غادي تعجبكم. اليوم هادي عندي لي كوكلي، هادو دوك الدجاجات صغيورين اللي فيهم تقريبا 900 غرام 700 غرام، ما كيفوتوهاش. هنايا عندي 4 ديال لي كوكلي. عندي هنايا لا كاروت او الزفرانيه او خيزو او كواحد كيفاش كيقولها، غابي هكا درناها، شوفوا كيفاش حكيناها. وهنايا كيفاش كتلاحظوا عندي بطاطا مقطعه لي طرونش هكا، وهنايا عندي قزبور ومعدنوس والملح وليبزار، هادشي اللي درنا في هاد الترميله هادي. وكنحتاج لاصوص سودا، هاي هاد لاصوص كنحتاجها، هادي كندير لاصوص سودا، هادي اللي غادي نخدموا بها. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. ولا المشاهدين الكرام، دابا غادي نكوماسيو العمل ديالنا، غادي نعدلو الكاروت ديالنا، غادي نديرو لها لي زيبيس. بسم الله كنحدو، كنديرو غير شويش ماشي بزاف، هلا غير واحد القطيرة، نزيدو شويش، نزيدو شويش، بارك علينا. كنهزو شويش ديال لاصوص من هادي كيما كتلاحظو، كنصبرو مع الدنوس ديالنا، كنبداو نحركو، باش تدخل لي قامة، نزيدو شويه ديال الشوز غير واحد القطيرة، فوالا، حيت الكيمة شويه كبيرة. وغادي نزيدو شويه ديال الشرميلة ديالنا، نديرو هكا، فوالا. يدي الفلاح اللي كتجي زينة صراحة، باش كتدخل لي قامة مزيان، نبدا، فوالا، نديكوماسيو في التعمار ديالنا، بسم الله. غادي تجربوا هاد لا روسيت هادي، غادي تعجبكم بزاف، غادي تقولوا حموم والشهيوات ما عندي ما نقول. فوالا نديروها هنايا وندوكم على العمل ديالنا. فوالا وكنبقاو غادي بالعمل ديالنا شويه بشويه، سبحان الله العظيم جاتنا هاد الاخر لاصوص نيشان، جاتنا شويه غادي نزيدو في هادي، فوالا المشاهدين الكرام. دابا غادي نديرو البطاطا ديالنا من التحت كما قطعناها طرونشات، راكم تشوفوا هلا بهذه الطريقه هذه في البطاطا ديالنا، هلا غادي نشدو الدجاج ديالنا كما هكا، غنبقاو نهزو شويه ديال لاصوص هايدا، باش تخليهم شويه لقامه من الفوق، نبقاو نستوهم في البلاطه، ناكلهم غير من الفوق هاد لاصوص. لاصوص كتعرفوا فيها القزبور كيما قلت لكم، المعدنوس والبزار والملح، هادشي اللي درت في هاد لاصوص هادي، وشويه الزيت والماء باش خلطت هاد لاصوص هادو، باش تكونوا عارفين. وكتعرفوا حموم والشهيوات كيشارك معكم كلشي، كاع الحاجه اللي كنطيبو او كنشاركها معكم. فوالا دابا ولا المشاهدين الكرام،
الدجاج ديالنا غادي نزيدوا له دابا كاس ديال الماء كبير كما كتلاحظوا. غادي نخويو شويه هنايا ونخويو شويه هنايا، يعني اللي غادي يجي لنا في اللاطه ديالنا. ودابا غادي نتكلوا على الله، غادي نسدوه بالبابيي زي ونعملو هاد لاغوسيط. غادي تجي كتحمق، ماشوفكمش المشاهدين الكرام اللي كيتبعوا حمو بوش هيوات. كما قلت لكم الحاجه اللي كاينه كنقسمها معكم، وكنبغي نوري لكم الحاجه كاع اللي كندير. واه دابا اللاطه ديالنا غادي نديروها. ديجا شعلنا الفران على الحراره ديال 180، غادي يطيبوا لنا تقريبا على ساعه ونص او المهم الماكسيموم ساعه ونص، غادي نخليهم يتشحروا مزيان.